طيب خلصنا بارت 1 بارت 2 بارت 3 احنا وصلنا دلوقتي بقى لبارت 4. بارت 4 ده اللي هنقول فيها الانجري تو برين تيشو باي اتسيلف. اول حاجه في الانجري للبرين تيشو اللي هي الديفيوز تروماتيك برين انجري. هم في منهم نوعين، ديفيوز يعني متشعب، الانجري حصلت في البرين تيشو كلها تمام. اولهم اللي هو الكونكاجن اللي هو الارتجاج. هو الارتجاج حاجه خطيره؟ لا، ده اول حاجه بتميزه ان هو نو ثيرابيوتيك انترفينشن ار نيدد. بس اللي هيجيله ارتجاج هيقعد عندنا في العنايه شويه كده تحت الملاحظه، نتاكد ان ما حصلوش اضرار تانية تمام كده. بيتميز الكونكاجن ان البرين ذات نفسه بيلق بمعنى اصح جوه السكال اللي هي الجمجمه، كاني بالظبط جبت كوره وحبستها في مكان في علبه مثلا ضيقه ورحت جاي مخبطاها يمين وشمال. مكان الخبطات اللي بتتخبط يمين وشمال دي بيحصل فيها كونكاجن تمام كده. العيان بيظهر عليه مانيفستيشن، والمانيفستيشن دي بتروح على طول، ترانزيانت لوس اوف كونشسنس من 5 دقائق لست ساعات بيكون راحت، ومعاها كمان بيكون شورت تيرم امنيزيا تمام، يعني بينسى جزء معين كده، احيانا بينسى الجزء الحادثه وايه اللي حصل فيها، ما هوش حاجه خطيره. وبعد كده العيان بيخرج من عندنا من العنايه مفيش فيها مشكله، الا لو ظهرت عليه مانيفستيشنز تانيه هي اللي هتقعده بقى عندنا في العنايه تمام. تاني حاجه من الديفيوز تروماتيك برين انجري اللي هي الديفيوز اكزونال انجري تمام كده. السيفير فورم من انها دي بتعتبر حاجه خطيره جدا. ايه بقى اللي بيحصل في الديفيوز اكسونال انجري؟ انا عندي راس الخليه وعندي الاكسون اللي هي جايه منها كلمه ديفيوز اكسونال انجري، وعندي الدندرايتس اللي هي موجوده من في الاخر. تيجي الاشاره العصبيه تعدي تخش على الراس بتاعه الخليه، وبعد كده تعدي عندي على الاكسون الموجوده دي اللي هي تتوصل الخليه العصبيه، تروح للنهايات اللي هي الدندرايتس تفرز مواد عصبيه يعني نقلات عصبيه، النقلات العصبيه دي تنقل الاشاره العصبيه للخليه اللي بعدها، وبيفضلوا يوصلوا وهكذا. طب لو جيت انا على الجزء اللي هو موجود عندي ده اللي هو الاكسونز، وجيت لويتها بشكل كبير لحد ما قطعتها، يبقى الاشاره العصبيه مش هتوصل من المكان اللي قبل للمكان اللي بعد. ده الديفيوز اكسونال انجري على كل البرين تيشو نفسها، بيحصل الاكسون بيحصل لها تير بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده تمام. بتحتاج ام ار اي عشان يتعمل لها تشخيص، وما بتبقاش واضحه قوي في البدايات تمام كده. طيب بعد كده خلصنا كده اللي هم الديفيوز، هناخد بعد كده اللي هم الفوكال، يعني الخبطه جت في مكان محدد والانجري جت في مكان محدد تمام. اولهم اللي هو الكونتيوجن. كونتيوجن معنى كلمه بروزنج، معنى كلمه كدمه، وفي الاغلب البروجنوزس بتاعها بيكون لحد ما كويس. كدمه بعد كده الكدمه دي يحصل فيها شويه دم يتحوشوا، بعد كده المكان يزرق، بعد كده المكان يتحول للون الاصفر، بعد كده الاخضر، بعد كده يرجع للون الطبيعي. برده يعني اللي بيحصل في البرين لو ما كانش اتاذى البرين بشكل كبير وفي اماكن كتيره بيحصل بود بروجنوزس، وبعد كده بيتحسن العين. بعد كده بقى ناخد اللايرز اللي هي يعني كانت مغلفه البرين من بره اللي احنا قلنا عليها في اول بورت، اللي هي الديورا ماتر والاراكينويد والبايا ماتر. اولهم بقى ناخدهم كده بالترتيب اللي هي الابيديورال هيماتوما. الابيديورال هيماتوما من الواضح ان لونها احمر، يعني هي جايه لي من ارتري، فبتيجي من في الاغلب من الميدل منينجيال ارتري. هي مش موست كومون، يعني ما هيش كومون، ممكن تحصل 1 في 2% من العيانين اللي ممكن يقابلونا، بس مشكلتها الكبيره بما ان هي جايه من ارتري والارتري ده جاب كميه كبيره من البلاد وضغط، يبقى المانيفيستيشنز بتاعتها او خطورتها في سيفير انكريزد انتراكرينيال بريشر اللي ممكن يؤدي لبرين هيرنيشن. ده في البدايه مثلا لو هو البرين تيشو ضغطت على الجزء ده، العين اللي على الجزء ده هي اللي هتبقى تكبر بسرعه، تبقى فيكسد ودايليتد بسرعه، لكن الثانيه لسه سلاجش ولسه عماله توسع واحده واحده. بعد كده في الاخر خالص بقى لما يحصل برين هيرنيشن هتلاقوا العينتين زي بعض، فيكسد دايليتد. اختها الثانيه بقى اللي هي الساب ديورال هيماتوما، بس الساب ديورال هيماتوما بقى دي جايه لي من فين، فبالتالي كميه البليدنج اقل، ودي مش حاجه كويسه على فكره، دي حاجه برضو صعبه. العيان ده ممكن يجيلي في الليت ستيج من كتر ما تحوش الدم على مدار مده زمنيه كبيره، من 24 ساعه ل 48 ساعه، يعني ممكن العيان ده يكون فايق واعي ويروح لي البيت وبعد كده يرجع لي بليت ستيج. في منهم ناس بتموت فعلا في بيوتهم، يعني كان في حادثه قبل كده وحد ساعد في زمايله اللي هم كانوا راكبين معاه الاتوبيس وروح نام ما قامش تاني يوم، كان السبب بتاعها سب ديورال هيماتوما. ففي منها الاكيوت اللي ممكن يحصل من 24 48 ساعه، في منها السب اكيوت اللي ممكن يحصل من 2 دايز 2 ويكس، وفي منها الكرونيك اللي ممكن يحصل من 2 ويكس المانثز، بس في الاغلب دول الكرونيك دي بتحصل لكبار السن اكتر من التروماتيك برين انجري اللي هي بتبقى موجوده عندنا.
مميز ليها البوزيتيف بابينيسكي ساين ده. لو جينا جبنا قلم كده ومررناه على السول بتاعه رجلينا، هتبص تلاقي رجلك كرمشت، الصوابع كرمشت، اللي هي داون فليكشن اوف فينجرز اوف توز، اسفه. العكس بقى هو اللي هيحصل. ايه بقى اللي هيحصل؟ هتلاقي حصل فيننج للفينجرز، بدل ما انت بتكرمشها كده وتقفلها، لا ده حصل فيننج، ده ابنورمال ريفلكس، ما هوش حاجه طبيعيه. الطبيعي بتاعي ان هو يحصل فليكشن للتوز، تمام كده، وبنسميها بوزيتيف بابينيسكي ساين. العيان بعد كده حالته هتتدهور بقى نتيجة increase the intracranial pressure. الأول هيحصل له دي suppression اللي هي abnormal extension to بين، وبعد كده دي decortication اللي هي abnormal flexion to بين. ودول من items جلاسكو كوماسكيل. نيجي بقى اللي قلنا عليها تعتبر خطيرة وبنخاف منها، اللي هي السب اراكينويد هيموريدج. وقلنا ان هي بصوا بتتشعب جاية من artery، فبالتالي عندي الدنيا اتملت بدم بشكل كبير، الى جانب ان هي بتسد السي اس اف وتقعده عندنا، فبتزود الانتراكرينيال بريشر بشكل كبير. الى جانب المانيفستيشن اوف increased intracranial pressure، العين ده هيكون عنده signs و symptoms of meningeal irritation، اللي هي signs و symptoms اللي بتتشاف في عيان المنجايتس، اللي هي headache, vomiting, photophobia اللي هو ما بيحبش الضوء، ما يقدرش يفتح عينه في الضوء، ونكر rigidity اللي هي بيتقال عليها neck stiffness. في علامتين مميزين ليها جدا، اللي هي الكيرنينج ساين، اللي هي اول ما تيجي تتني رجلين العيان، الثاي بتاعت العيان، وتفرد النيه، تحس ببين، ما بيطقش الحركه دي ان هي تعملها له. والحاجه الثانيه لما تيجي تتني راس العيان، على طول العيان يحس ببين وبيحصل ستيفنس في النك، ومعاها العيان على طول يتني رجله بعد ما كانت مفروده. بعد كده عندنا الانترا سيريبرال هيموريج، او بيتقال عليها الانترا بارينكيمال. ده الدم بيتحوش ما بين التو فينتريكلز اللي موجودين عندي هنا، تمام، ما بين التو فينتريكلز. انا عندي ناحيه يمين وناحيه شمال، وفي ما بينهم فراغ، الفراغ ده اللي هو الفينتريكل اللي بيتحوش فيه عندي بعد كده البلاد. كده خلصنا البارت ده، هنخش بعد كده على البارت الاخير اللي موجود عندي.